والمجلات، يعني انا بتكلم عن المجلات لم تتحدث على زي جلده جلده 68 او جلده الكاتب الجلده 68 دي اللي كانت انشاها مجموعه من المثقفين الطبيعيين في سنه 68 ادوار حراب وابراهيم منصور وسيد حجاب وجماعه ابراهيم. ثم نتحدث عن جلده الكاتب المصري اللي انشاها طه حسين في الاربعينيات. اظن ان هي ما بترصدش الواقعه فقط لا غير او المعلومه بقدر ما هي كمان بتتكلم عن المجله وكتابها، يعني فيه منهج واضح لتاريخ ثقافي وسياسي وفني واجتماعي من خلال هذا الواقع. انا شخصيا وانا بكلمها فكنت بقول لها يعني انا اول مره اشوف اداريه عن مقهى بهذا، هي صححت قالت لا في يمكن من تواضعها، لكن انا بالفعل رغم ان انا ايدي في الحكايه دي لكن بالفعل ما شفتش جداريه كبيره جدا. هي ليست حكايه مقهى وليست حكايه مدينه، هي حكايه بلد كامله موجوده من خلال وقائع سياسيه. يعني نيجي نتكلم عم فلفل اللي احنا كنا بنشوفه راجل عادي، فهي بتعيد انتاجه وتعيد ابداعه من جديد، ان فلفل اللي جه من بلد سنه 43 وانه لما جت ثوره يوليو ولما جه حريق القاهره راح قافل القهوه. حتى الحكايات اللطيفه دي بتعتبر جزء من تاريخ المكان، المكان بقى على بعضه مش بقى مكان القاهره والمقهره اللي هي قلب مصر. انا شخصيا يعني ما زلت استمتع برحله الكتاب، هذه الرحله هذه المغامره هذا الاطراء الكبير على ان يعني حد يبقى عنده مشروع يكتب عن نقهة ثم في الاخر خالص تشعر انه بيكتب عن بلد كامله. انا برحب بالشاعره والفنانه والروائيه والكاتبه صديقتي ياسمين صقر، وطبعا اساسا وارحب بالاستاذ ناشف حفي، ونحب نسمع صوت المؤلفه كمان قبل ما نتكلم في الكتاب.